السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم آخر الموديلات ديال القفطان أو التكشيطة المغربية لهذا السنة هذه. كنتمنى إن شاء الله هاد التشكيلات تنال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، باش إن شاء الله دائما نشارك معكم آخر الموديلات ديال القفطان وجلابة المغربية. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.